منتداهم الوطني، منتدى يسعون إلى جعله انطلاقة لفعل طلابي ينهض بقضايا الجامعة ويجسد منظورا جديدا للنضال الطلابي. هذا المنتدى الوطني لطلبة الأصالة والمعاصرة الذي سوف يشتغل بدوره في إطار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب كمنظمة جماهيرية ديمقراطية مستقلة. اليوم احنا كنطالبوا بأنه إلا كان بغاو يتفتح واحد النقاش حول إصلاح التعليم يجب إدماج وإشراك جميع فعاليات ديال القطاع بما فيهم الطلبة اللي هما اللي يقدروا يعطيونا لو كونكري. يعتمد المنتدى على هياكل تنظيمية وطنية وأخرى جهوية حسب عدد المؤسسات والمعاهد بالمملكة. غادي ندير واحد الهيكلة ديال مجموعة من الفروع عبر الجامعات، وهي اللي غادي تدخل في حوارات إن شاء الله مع المسؤولين اللي غادي يلقاوها حل. ويرى الحزب أن مساهمة الطالب اليوم أصبحت ملحة لاستكمال بناء دولة المؤسسات. إنشاء الهيئات الموازية يتم بتوفير الشروط الضرورية لضمان نجاحها، ولقد ارتأينا أن هذه الشروط استكملت ونضجت، وكذلك أن الظروف الحالية لبلادنا توفر هذه الشروط وتزكيها. أجندة عمل المنتدى برسم السنة الدراسية الحالية تتضمن عددا من البرامج، منها خلق أنشطة داخل الجامعة وتنظيم ندوات تسلط الضوء على الحياة السياسية الاجتماعية والثقافية المحيطة بالطالب.